ازيكم يا شباب؟ النهارده هنلعب لعبة ببجي وهنجرب طريقة كده. يا شباب قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى احلى لايك وشكرا على القناة عشان تنورونا في ببجي. نجي في المكان اللي هنا بتستخدمه. رقم واحد نزلنا انت. نزلنا انت. منين؟ ايه المكان ده؟ ايوه خليك هنا بقى. اعذروني لو في شوية لاج يعني. اعذروني انا مش بس انا مش عارف اتكلم فاعذروني يعني. هتاكل تحدي نقدر نوصل الفيديو ده 15 لايك في يوم بس. تقدروا نبدأ نتقدم كلكم بقى. نجيب دلوقتي لايكات. عايزين نفجر اللايكات. عايزين نفجرها بقى. عايزين نجيب 15 لايك.
حاسس في ناس بيكون اللبس في وحش، هيكون في ناس بيكون اللبس حلو. ما تيجي هنا؟ ها؟ أنا بتعرفه، أنت بنت ولا لا؟ شتان نعرفكم اللحم يسوي نخوفهم بقى نعرف اللي هيجي هنا ممكن واحد كده ودي شوف البتاع دي جنبها نحط ايه هذا كمان كتين كده كمدين شوف الراجل الاندونيسي ده اللي انا بلعب معاه اول فوز ليا في النادي كان هو اللي فوزني. اي والله، لكن بعدها بقى بعد وقت ممكن نشوفه في البتاع دي في المجد 20 مرة فوق، وفي رانجل 30 مرة انا مش فاكر، بس هي بعدت 30 واحدة بلاقيها كده في الاعدادات. مش فاكر منين يضرب هناك. انا ليه لما بجيب كار ممكن العب بيه، ولما اجيب لما اجيب سنايبر قصدي العب بيه ممكن الحق اللي واحد بيه، ولما اجيب سنايبر ولا واحد بقتل. اليوم اصلا بجيب فرق جيم بلاقيه في اخر الجيم بيكون ايه مع واحد بنكون قتلناه في اخر الجيم بس كده، مبلحقش اصلا ان انا يبقى معايا كار تبص على لوتو واتفاجئ في الاخر يطلع معاهم، مبلحقش اتحمل بيه لو انا لقيته ايه مسكته بس كده ايه في الاخر وضربت بيه طلقة وخلاص. Thank you.
تاني حاجة دي حلوة للناس اللي بتعرف تغلب عليك. وايه ملبلة؟ ملبلة كانت تحت يا بيبي بلبي وراك انت قد ايه باشا وقعد يضرب فيك وانت هنا ولا مرة عرفت انا مين حرام يا شيخ. ايه يا عم بتجن هذا هو تعال شوفي انا هقف لحد هنا في العرض الفيديو. أنا جزاك أحلى لايك وبس. مع السلامة.